سابقة بلشنا نحكي عن المنحنيات في المسارات، قلنا انه اي مسار في له مركبتين، المركبة العمودية والمركبة الافقية. والمركبة الافقية تحديدا كنا تتكون من منحنيات دائرية horizontal circular curves، او زي ما راح نلاحظ فيما بعد circular curves with easement or spiral or transition curves connected from both ends of the circular curve. This lecture and probably the next three or four lectures would deal with circular curves. كخلفية هذا موضوع راح تتوسعوا في مساقات المواصلات. تصميم اي مسار يا شباب يتم كالتالي: بتجيب الخرائط للمنطقة اللي بده يمر من هالمسار، وهذه الخرائط تحتوي على الأبعاد الثلاثي، يعني بده يكون عندك plan plus contour lines to show the third dimension. لنفرض يعني بدنا نصمم طريق جديد يصل بين نابلس وطول كرم، بدنا نجيب خرائط للمنطقة الفاصلة بين نابلس وطول كرم ونفرد الخرائط على الطاولة، أو إذا كانت ديجيتال على شاشة الكمبيوتر. بدك تقوم بدراسة بعض العوامل some factors that you will study later in the transportation courses، أو بعدين بتقول لنفرض هذه نابلس، بتقول الطريق الجديد بده يمشي بالاتجاه هذا، بعدين بده يغير مساره هيك بسبب ممكن يكون موجود عندي عائق، هان يكون على سبيل المثال معسكر جيش، منطقة حرجية أحراج ما بدي أخربها، منطقة زراعية برضو ما بدي أخربها، أو بجوز يكون في عندي هنا قرية بدي الشارع أمر من جنبها عشان برضو يخدم القرية هذه. أوكي، بعدين تكون بدي يمشي هيك تروح باتجاه هذا اتجاه هذا، أو بعدين بدي يسكر على وين؟ على طول كده. إذا مجموعة من الخطوط المستقيمة المتصلة مع بعضها البعض، هذا هو أو هذه الانيشال ستيب. هلا زي ما حكينا في المحاضرة السابقة، لا يعقل أن نخلي السيارة تمشي من هان لعند هاي النقطة بعدين تنعطف بشكل مفاجئ، فشو بدنا نعمل احنا هلا؟ بدنا نسهل حركة السير بأنه نيجي لهذه الخطوط وبنوصلها بمنحنيات. هذا المنحنى كله هذا في البلان يا شباب، وزي ما بصير عندنا في البلان بصير عندنا في ايش؟ في الفيرتيكال الاينمنت، بترسم بروفايل او مقطع طولي، وبعدين تختار مجموعه من الخطوط في الاتجاه العمودي وبرضه بتوصل بينها بمنحنيات عموديه. هذا الحكي راح نشوف فيما بعد. هلا خلينا احنا في المركبه الافقيه. هذا المنحنى زي ما حكينا قد يكون circular only simple circular، وإذا كان الطريق سريع ونخشى من انقلاب السيارات سرعة عالية، ففي هذه الحالة اللي بنعمله transition curve بعدين circular بعدين transition curve. ليش transition من الجهتين؟ لأنه السيارة ممكن تكون جاي من هذا الاتجاه أو من هذا الاتجاه، يعني تخضع لنفس العوامل. أوكي، نفس الشيء هنا منحنى، نفس الشيء هنا منحنى منحنى مهل المسار. فإذا بتلاحظ صار عندي هلا المسار عبارة عن خطوط مستقيمة متصلة بإيش؟ بخطوط منحنية وهل المجال. عملية اتصال الخط المنحني بالخط المستقيم يا شباب تتم بشكل تانجنشال تماس، لأنه لو ما تمتش بشكل تانجنشال وصار في عندي زاوية هان، هاي الزاوية
هي عبارة عن منحنى نصف قطر صفر، هاي الزاوية، أوكي، الانتقال من الخط المستقيم المنحنى، والقوة تردد المركزية عليه ما لا نهاية، أوكي، ما عندناش مشكلة. لهذا السبب عندك خط مستقيم بده يتصل بشكل تانجنشال لمين؟ للكير، سواء كان سيركلر أو ترانزيشن أو سبايرال. لهذا السبب يطلق على هاي الخطوط اسم تانجنس. منيح هذا، اوكي، يطلق عليها اسم تانجنس، مماسات. وفي هاي الحاله مماسات افقيه، وزي ما في عندنا مماسات افقيه في عندنا مماسات ايش؟ عمودي، نسميهم جريد لاينز، رح نحكي عنهم فيما بعد ان شاء الله تعالى. اوكي، رح نبدا في الاول في المنحنيات الدائريه، بعدين نيجي على السبايرال كيرفز. هلا نبحث في موضوع المنحنيات الدائريه البسيطه. والمنحنيات الدائريه البسيطه يا شباب سيركلر كيرفز، هذه الحاله الاولى اللي هي شبيهه في الرسم اللي رسمناها قبل شوي اذا تذكروا، تانجنت وتانجنت، بنروح نوصلينهم بمنحنى دائري بسيط، سمبل سيركلر كيرف، ذاتس ات، يونيفورم راديوس، الراديوس ذا سيم على كل النقاط اللي على المنحنى الدائري البسيط. بعض الاحيان الظروف بتحكمني ان نرتفع في الموضوع هذا علشان نترك اللي في الترانسبورتيشن للترانسبورتيشن. بعض الاحيان الظروف بتحكمني وبضطر استخدم منحنيين بانصاف اقطار مختلفه، نصف قطر R2 و R1، هنا R1 اكبر من R2 او العكس. هذا بنسميه compound curve، مركب، منحنى دائري مركب. في الترانسبورتيشن لا ينصح باستخدام هذا المنحنى الا في حالات الضرورة القصوى. السبب انه افرض انك انت جاي من هذا الاتجاه، بتكون ماشي على خط مستقيم، تدخل على خط منحني بنصف قطر كبير، بتكيف وضعك مع هذا الخط المنحني، بتكون انت ماشي بسرعة اللي تضمن لك مثلا عدم الانقلاب، وفجأة بتروح داخل بمنحنى ايش؟ نصف قطر اقل، شو بصير بقوة الطرد المركزية؟ بتزيد بشكل مفاجئ، وممكن هذا يشكل خطر. اوكي، طبعا من العكس مشكلة اخف، لانك انت بتكون ماشي بسرعه قليله لانه نصف القطر صغير، وبعدين تنتقل الى نصف قطر كبير، ترتاح السياره، بتزيد السرعه، ما في مشكله. اوكي، لا ينصح في استخدامه، ولكن احنا بهمنا هلا الناحيه المساحيه في الموضوع. اذا بتطلع عليه هو عباره عن ايش؟ منحنيين دائريين بسيطين. النوع الثالث اللي هو بنسميه بروكن باك سيركولار كيرف. بروكن باك يعني تخيل هذا المنحنى انه احنا ما بنقدر نستمر فيه في هاي المنطقه، لانه هاي المنطقه مثلا فيها بنايات، فانت قلت بدنا المنحنى تبعنا يتكون من منحنيين، واحد هيك بعدين نمشي مستقيم بعدين منحنى ثاني هيك، كانك ايش عملت فيه؟ يعني زي ما يكون في ظهر وقطعته، بروكن باك. اوكي، هذا يكثر في داخل المدن، بالذات في المدن الأمريكية والأوروبية، بتلاقي عندهم البلد مكونة هناك من جريد بلوكس وتقاطع الطرق. فلنفرض انه انت بيتك هنا
وبدك تروح على مكان هان. هذا الشارع اتجاهه هيك وهذا الشارع اتجاهه هيك. انت تطلع من هان تمشي هيك بدك تضطر تروح لغاد صح؟ هلا بدك تلف وتيجي هنا، فهم شو بروحوا عاملين الشارع بالشكل هذا. اوكي تلف وبعدين ترد تلف تيجي باتجاه هذا الكومبينيشن اللي بسموه بروكن باك. ممكن يكون في عندك سبب انه في عندي هنا نهر، ما بدي اضطر اقطع النهر واروح اعمل شارع بالشكل هذا. اوكي فنفس الشيء بالجو الى ايش؟ الى قطعه. وطبعا في هاي الحاله انت بدك تصل لسرعه شبه صفر يعني، وتلتف وبعدين تطير مسارك. اذا هذا بروكن باك سيركولار كيرف. والنوع الرابع اللي هو بنسميه ريفرس سيركولار كيرفز، المنحنيات العكسيه. خلينا نكتب عليها عشان نتجنب. بتهيالي انه هذه الاشاره بالذات للناس اللي بسوقوا سياره شافوها سابقا. شو بتعني هذه؟ انعطاف الى اليمين ثم ايش؟ انعطاف الى اليسار. وين تواجهنا هذا؟ انت ماشي في هذا الاتجاه وبعدين هنا صادفك منطقه ما بتقدر تقطعها، مبنى، معسكر جيش، تلي، جبل، فبدك تغير اتجاه سيرك هيك وبعدين تكمل في الاتجاه الاصلي تبعك. طب هلا كيف نوصل هذا في هذا؟ شو بعد ايش بنعمل؟ بنوصل هنا منحنى وبعدين هذا منحنى ثاني. واحد منحنى هيك، هذا المنحنى مركز وين موجود؟ هناك. بعدين لما تعكس مركز وين بصير؟ هناك. ومن هنا اجى ريفرس سيركلر كيف؟ اوكي؟ اذا هذا المنحنى الاول بعدين المنحنى الثاني وبتتابع ايش؟ سيرك. انت بتكون ماشي بالشكل هذا. مهما تنوعت، يعني عندنا اربع اشكال اذا كنتم شايفين. سمبل سيركولر، مكان سمبل سيركولر الاصلي. اوكي سمبل سيركولر او كومباوند او البروكن باك او ريفرس. لاحظ انه البيلدينج بلوك في هدول المنحنيات ايش هو؟ سمبل سيركلر. اوكي ولهذا السبب بدنا نعزل سمبل سيركلر كير وندرس العناصر المختلفه الخاصه بهذا المنحنى. This is simple circular curve. تذكروا الرسم قبل شوي قلنا هذه نابلس، مشينا هيك بعدين هيك بعدين هيك واهل المجرة لعند ما وصلنا لطول كرم. هذا تانجنت، سميناهم تانجنت تانجنت تانجنت. وصلنا التو تانجنتس مع بعض في ايش؟ هلا بدنا نحكي بس عن سيركلر كيرفز. انا اللي بدي اعمله انه بدي اعزل هذا. ايوه بدرس تفاصيله وعناصره. شفتوا الرسمه هاي منين اجت؟ اجت من هذا. سنتعرف على بعض المصطلحات في الاول. نقطة تقاطع two tangents. This is the first tangent, second tangent, this point. This point is called point of intersection. PI, point of intersection. The first tangent, look, this is the direction that you are going through. When you are on the curve,
when you are on the curve, this tangent is behind you, right? So we call it back tangent. لما انت بتكون على المنحنى هذا وماشي سيارتك فهذا بيكون وراك بسميه باك تانجنت هذا بيكون وين امامك بسميه فورورد تانجنت المسافه الفاصله بين البي اي والنقطه هذه النقطه يا شباب اللي هي النقطه اللي بدا عندها الانحناء نسميها point of curvature PC point of curvature نقطة الانحناء هذه النقطة اللي انتهى عندها الانحناء وبدأ عندها التماس point of tangency PT PC PT المسافة الفاصلة بين PI وPC أو PI وPT هلا كمان شوي راح نثبت انهم متساويات هذه المسافة يطلق عليها tangent distance يرمز لها بT tangent distance الزاوية اللي بنحرفوا فيها two tangents عن بعضهم البعض هاي التانجنت الأول هاي الثاني بنسميها angle of intersection دلتا يرمز لها بدلتا angle of intersection المسافة من PC ل PT يطلق عليها long cord الوتر الطويل long cord والمسافة من منتصف long cord لمنتصف المنحنى يطلق عليها mid ordinate العمود الأوسط المزلوف M وهو أطول عمود ممكن تقيمه من اللونج كورد لوين؟ للمنحنى هذا هو أطول عمود يسمى ميد أوردينيت and the distance from the PI to the middle point of the curve is called the external E And this is the length of the circular curve. So here we are going to talk about seven elements for the circular curve. These elements are Delta, R, Delta, T, tangent distance, L, length of circular curve, long chord, الوتر الأطول. والوتر الطويل mid ordinate and external قد ايه صاروا سبعة بمعرفة اي اثنين تستطيع حساب الخمسة الاخرى فخلينا نفترض انه معروف عندنا
R ودلتا. نشوف كيف نحسب العناصر الخمسة الأخرى. خلينا نطلع هنا على الشكل الرباعي المكون من بي سي و او اللي هي مركز المنحنى وبي تي والنقطة بي او البي اي نفس الشيء. كونه هذا المنحنى يتصل بشكل تانجنشال مع تانجنس اللي هم الباك تانجنت والفورورد تانجنت، اذا هاي الزاوية شو بتساوي يا شباب؟ 90 درجة لأنه نصف القطر عمودي على التانجنت، صح؟ وهذه الزاوية بتساوي 90 درجة. إذا صفت هذه الزاوية وهذه الزاوية مجموعهم قديش؟ 180. طب ما هي هاي الزاوية مع الدلتا 180. إذا هذه الزاوية شو بتساوي شباب؟ دلتا. إذا هذا أول شغلة بدنا نعرفها. إنه الزاوية المركزية المقابلة للمنحنى احنا الدائرة البسيط تساوي زاوية الانحراف بين المماسين دلتا. اي استفسار؟ خلينا نحاول نطبق المثلثين او بي تي بي او بي سي بي. شوف فيهم هذول المثلثين. في عنا R بتساوي R. زاوية قائمة بتساوي زاوية قائمة. في عندي ضلع مشترك هذا. بنطبقوا ولا لا؟ بنطبقوا ونتيجة الانطباق هي إنه هذه الزاوية بتساوي إيش؟ هاي الزاوية. مجموعهم دلتا، إذا كل واحد منهم شو بتساوي؟ دلتا 2. كمان في شغلة ثانية بتهمنا هنا إنه بيطلع إنه هذه المسافة وهي المسافة مالهم؟ متساويات، يعني المسافة المماسية على باك تانجنت بتساوي المسافة المماسية على فورورد تانجنت. واضح؟ إذا نحن هسا تيقنا إنه هذه الزاوية شو بتساوي؟ دلتا 2. بدنا ننطلق من هنا في عملية الاشتقاق. خلينا ناخذ المثلث او بي سي بي اي. هذا المثلث ماله يا شباب؟ شو ماله؟ قائم الزاوية. في تان دلتا 2 تان دلتا 2 شو بتساوي؟ تي على ار. ومنها تي بتساوي ار تان دلتا على 2. وهذه المعادلة رقم 1. طلع على ناصر ار دلتا بدينا منهم، هاي حسبنا اول عنصر تي بتساوي ار تان دلتا 2. ننتقل لل شو هذا يا شباب؟ دائرة. هاي اللي انا بدور عليها، هذه ال اللي انا بدور عليها. معلش مش مشكلة. الزاوية هاي شو بتساوي؟ دلتا.
الدائرة كلياتها كم درجة؟ 360 بتقابل محيط مقداره كديش؟ 2 باي. طب الدلتا بتقابل كديش من هالطول هذا؟ نسبة تناسب صح؟ اللي هي دلتا على 360 يعني احنا ندور على ال هلا. ال بتساوي دلتا على 360 في ايش؟ 2 بار. اذا ال بتساوي دلتا على 360 ايش؟ في 2 باي ار 2 صف 180. اذا عندنا ال بتساوي دلتا على 180 في ايش؟ في باي في ار. لاحظ يا شباب الاشتقاقات سهله جدا، يعني لو ما تمكنتش من حفظ هذه المعادلات تستطيع اشتقاقها بشكل سريع. يا دكتور ال بتساوي دلتا في ار بس دلتا تكون بالريفه. نعم ال هي بدها تساوي الزاوية في ار، بس الزاوية يجب ان تكون في ايش؟ في الريدة. احنا هنا حولنا وجهزنا. اوكي؟ خلينا نطبق يا شباب المثلثين او مع بي تي مع النقطة هذه. سميها بي وO مع بي مع بي سي، يعني هذا المثلث وهذا المثلث. في عندنا ار بتساوي ار ودلتا على 2 تساوي دلتا على 2، وهذا الضلع ماله مشترك. بنطبقه وبيطلع انه هذه الزاويه شو بتساوي؟ 90 درجة. وهذا الجزء بيساوي هذا الجزء، يعني كل واحد منهم ال سي على 2. هذا اللونج كورد كل واحد منهم ال سي على 2. طيب ساين الدلتا على 2 شو بيساوي؟ ساين الدلتا على 2 شو بيساوي؟ بيساوي المقابل على الوتر ال سي على 2 على ار، يعني ال سي على 2 ار صح؟ ال سي على 2 ار، ومنها ال سي شو بيساوي؟ 2 ار ساين دلتا 2. وهذه هي المعادلة رقم ايش؟ 3. هذه المعادلة يا شباب راح تمر معنا بشكل متكرر، أنا بضمن لكم 10 إلى 15 مرة. أوكي؟ شو بتقول هاي المعادلة؟ بدنا نعميها. المعادلة هاي بتقول إنه طول أي وتر، طبعًا أنتم عارفين الوتر في الدائرة هو الخط الواصل بين نقطتين على إيش؟ على محيط الدائرة. هذا الوتر طوله بيساوي ضعف نصف القطر، يعني الدياميتر 2 ار في ساين بجيب نص الزاوية المقابلة للوتر. هذا الوتر الزاوية المقابلة له شو بتساوي؟ دلتا، نصها دلتا على 2. إذا طول الوتر هذا بيساوي 2 ار ساين نص الزاوية المقابلة. هي العملية بسيطة. هو تلقائي لانه الساقين هم انصاف الاقطار. لا لا كيف بدك تعمم يعني؟ انا بدي اعمم للدائره، انا بدي اعمم للدائره، لانه الوتر اصلا مصطلح له علاقه بمين؟ بالدائره. انا بدي اعمم للدائره، الضلعين هم متساويين لانه انصاف الاقطار.
كم عنصر قلنا من الخمسة؟ عندنا اثنين بدينا فيهم. ثلاث. ضل عندي ايش؟ ريم. ولي. خلينا نمسح شوية. بدنا طول ام هلا. لاحظوا انه ام ممتده من منتصف اللون كورد لمنتصف مين؟ المنحنى. فطول ام بيساوي نصف القطر اللي هو من هان لهانا ناقص البعد هذا من هان لهانا. صح؟ اذا ام بيساوي نصف القطر اللي هو R ناقص البعد من هذا لها. شو بيساوي؟ بيساوي R كوساين دلتا 2. R كوساين دلتا 2 كله ستريت فورورد يا شباب. بس ارسم رسمة منطقية. Everything is straight forward. خرج R عامل مشترك ويساوي R في 1 ناقص كوساين دلتا على 2. وهذه هي قيمة M اللي هو الميد أوردينت. ضل عندنا مين؟ إكسترنال. إكسترنال شباب شو بتساوي؟ طلع لي بتساوي المسافة من O لبي آي ناقص المسافة من O لوين؟ للنقطة هاي. هاي المسافة شو هي؟ طب خلينا نشوف المسافة من O ل PI. كوساين دلتا 2 شو بتساوي؟ كوساين دلتا 2 بتساوي R على المسافة تبعنا تبعتنا من O لوين؟ ل PI. إذا المسافة من O ل PI شو بتساوي؟ R على كوساين دلتا 2. اطرح من هذه المسافة R فبصفي عندنا E بتساوي هاي المسافة اللي هي R على كوساين دلتا 2 ناقص ايش؟ R. وتساوي بدك تخرج R عامل مشترك R في 1 على كوساين دلتا 2 ناقص 1. بتكون هيك اكتملت العناصر الخمسة. وهذه هي السبع عناصر الخاصة بأي منحنى دائري بسيط. هلا كمان شوي إن شاء الله رح نتعرف على عنصر ثامن. هو ليس بعنصر ثامن مجازا بنقول عنصر ثامن. هو اسم آخر لأحد العناصر السبعة هذول اللي هي R. يعني بدل ما نقول منحنى نصف قطره كذا بنعطيك شغله ثانيه منها تطلع ايش؟ نصف القطر. اوكي؟ فهي بديل عن احد العناصر هذه. حدا عنده اي استفسار شباب؟ اذا عرفت اي عنصرين من العناصر السبعه هذول بامكانك تحسب
العناصر الخمس الأخرى. قد تكون العملية not straight forward، يعني ممكن تضطر حتى تحل المعادلتين تلجأ للنيوميريكال أناليسيس. يعني إذا عرفت R دلتا الحل straight forward، طب إذا عرفنا التالي عرفنا تي شو بتساوي تي؟ ار تان دلتا 2 ال بتساوي دلتا على 180 باي في ار. ال سي بتساوي 2 ار ساين دلتا 2. ام بتساوي ار في 1 ناقص كوساين دلتا 2. و اي بتساوي ار في 1 على كوساين دلتا على 2 ناقص 1. افرض انه كنا عارفين ال سي وال، فكر شوي معي، عارفين ال وال سي، شو المجاهيل؟ ار ودلتا. بس اطلع انا دلتا لحالها بينما هانا الساين. هل هناك ستريت فورورد ميثود تو سولف ذيس ايكويشنز؟ مش زي معادلتين بسيطات في مجهولين، والله احذف مجهول بضل عندك مجهول واحد حل له وارجع عوض. العمليه اتس نوت ستريت فورورد، بدك تضطر ترجع لايش؟ للتريال اند ايرور، تبدا تعوض، ممكن تضطر تكتب برنامج كمبيوتر او ما الى ذلك. واضح؟ فالعمليه مش دائما ستريت فورورد. احسن شيء انه يكون بعرف انا ار ودلتا. طبعا هو هذا اسهل شيء. هذا اسهل شيء. افرض انه انا سلمتك الرسم التالي. هذا منحنى مرسوم. قلنا لك طلع لنا ار ودلتا لهذا المنحنى. هذا وعلى ارض الواقع بس احنا ماسحينه وراسمينه. فانت شو ممكن تعمل؟ بتجيب لك مسطره ستريت ايدج. تحط المسطره هنا. بتشوف المنحنى وين بدا يبعد عن المسطره، فبتكون عندنا نقطة مين؟ بي سي. نفس الشيء بتعمل هان، بتكون عندنا نقطة مين؟ بي تي. هلا قس لي المسافة من هنا لهنا. شو بتكون هاي المسافة؟ ال سي. شوف لي أطول عمود، هذا شو هو؟ ام. فشو عندي معروف هلا للمنحنى؟ ام وال سي. طيب تعالوا تنشوف. هذا ام وهذا ال سي. هي هم. هاي المعادلة فيها ساين دلتا 2، هاي فيها كوساين دلتا 2، حل. نفس المشكلة. شو بدها؟ بدها تريال اندرو، بدها نيوميريكال اناليسيس. حتى تقدر تجد ار ودلتا. لان عمليا هو بامكانك مجرد معرفه اي عنصرين، واسهل عنصرين هم ار ودلتا. معرفه اي عنصرين تستطيع الحل باقي العناصر. ولكن الحل قد يكون شوي بده وقت وليس ستريت فورورد از وي نو. اي استفسار شباب؟ بهاي الحاله نفس الشيء. على فكره انا استمعت المحاضرات ولكن لا شاهد المحاضرات ما بيسمع السؤال. هلا نفس الشيء عندنا هاي الرسمه، طب نقدر برضه ناخذ مثلا زوايا قائمه ونطلع نشوف ار، او نمد الخطوط ونطلع دلتا، ولا صعب بيكون؟ لا مش صعب، انا قلت لك هذا احد الخيارات. هلا خيار ثاني انك بتقول بدك تمد هذا على استقامته وهذا على استقامته، وبعدين انا قيس الزاويه هي دلتا. يعني في خيارات كثير، اما انا مجرد اعطيتك انه ممكن انت تقع في
وضع انه هذا الموجود عندك السيويم واحد اعطاك اياهم ما اعطاكش الرسمي هاي المعلومات اللي بعت لك اياها ما تقوله بعرف الشحال الحل موجود اوكي اللي هو مسميه degree of curve أو degree of curvature arc definition your Maslow DA degree of curvature arc definition أيوة إذا واضح إنه DA هي عبارة عن إيش زاوية اصطلاحا هي الزاوية المركزية وهذا التعريف حسب نظام وزارة الأشغال العامة الأردنية اللي معمول فيه عنا الزاوية المركزية central angle which is opposite to circular arc of length equal to 30 meters الزاوية المركزية المقابلة لقوس طوله قديش 30 متر هذا هو التعريف هذه ممكن تكون زاوية كلياتها دلتا وحسب التعريف هذه الدي اي اللي هي بتقابل قوس وليس وتر لانه في راح يمر فيما بعد معنا ديجري اوف كيرفيتشر كور ديفينيشن في ارك ديفينيشن الزاوية المركزية المقابلة لقوس طوله 30 متر فهلا ممكن تسمع التالي انه بدنا نصمم منحنى يصل ما بين two tangents تكون درجته مثلا 4 ما اعطيتك نصف قطر انا شو اعطيتك الدرجه هلا بدنا نشوف ما هي العلاقه اللي بتربط الدي اي مع مين مع الراديوس الطول الكلي من هان لهان ايش هو شباب ال الطول الكلي هو ال هذا 30 الزاويه الكليه قديش دلتا شوفوا المعادله البسيطه دي اي على دلتا بدهاش شطارة كتير حتى نعرف انها بتساوي 30 على ايش على ال قبل شوي كنا ال بتساوي دلتا على 180 في باي في ار صح هنعطيكم معادلة ثانية هلا اذا مش معروف عندي ار وانما معروف عندي درجة المنحنى حسب التعريف القوسي اللي هو ار ديفينيشن زي ما قلنا ال شو بتساوي حسب هاي المعادلة تساوي دلتا على دي اي في ايش في 30 اذا هذه معادلة اخرى لحساب مين طول المنحنى اذا كان المعروف عندي دي اي وليس ار اوكي اذا هذا كبديل خلينا نرجع لمعادلتنا هذه عندنا دي اي على دلتا بتساوي ثلاثين على ايش على ال وال قبل شوية كنا بتساوي دلتا على 180 في ايش في باي في ار دلتا مع دلتا بتروح شو بصفي عندي صفي عندي دي اي بتساوي طلع لي 180 فوق 180 في 30 على ايش على باي في ار ويساوي احسبها هذه تطلع 17 18.8
8 7 3 على R. DA بتساوي المقدار هذا. يعني إذا عرفنا R بنقدر نعرف DA، وإذا عرفنا DA بنقدر نعرف R. مش قلت لكم اسم ثاني لنفس الشيء؟ هذا أنا بحفظه بالطريقة اللي ذكرتها قبل شوي، 17 18 بعدين برجع أرجوع 8 7، ولكن الاشتقاق سهل وسريع. يعني إذا مش قادر تحفظ مش معناته إنه والله خلص يعني خرب العالم، لا، بإمكانك تشتقها بشكل سريع. التناسب بين DA و R ماله؟ عكسي. أوكي؟ إذا زادت R بتقل DA. طب على الطرق السريعة بدنا R كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة على الطرق السريعة. إذا الدي إيش بدنا إياها؟ قليل. عشان هيك على الطرق السريعة for highways بنستخدم منحنى درجته لا تزيد عن 4 درجات. واضح شباب؟ بنكمل معكم المرة القادمة بإذن الله تعالى. يعطيكم ألف عافية.